صحابنا الصغار يعطينا واحد الوعد يكون وعد حقيقي ماشي نعيشوا في الفرحه اللي عايشه في الفرحه من 2014 هذه الكارثه من 2014 نادي بين عايشين في الخطر اللي هما الدور المجاور لي يا رحمه الله نطلبوا هنا كما قال السي هشام كما قال السي هشام على جي سي بي ديال الجماعه ولا ديال الكماسه ولا كنطلبوا حنا تجهيز تصيفط لنا الالات ديالها اللي قادرين باش ينقصوا من هذا الحفر وهذا الشيء اللي في الوداد. اما جي سي بي راه ضربنا 10 4 شهور ما دير ما دير حتى بلاصه في فين كنطلبوا من التجهيز يعجلوا لنا بهذا الشيء فاقربوا كنطلبوا من السيد العامل والسيد رئيس الدائره والسيد باش يصيفطوا لنا هذه الالات فاقرب الوقت الا جا دابا الا جا الله دابا كاين غدا خسائر الرئيس حسن ساوليكم وهو الرئيس والرئيس حسن ساوليكم من الهضره ديك الله يعطيك الصحه انت توا ليلة حسب دوار السنه هذا رحم الله عليه لا السكينه لا الامثال ديالهم ولا الدور الله يرحم والديك وراه الدور المجاورين راه هذا المشكل دابا ما تقدرش يتحمل واخا ربع ساعه ديال الشتاء بحال داك الشيء اللي فات ربع ساعه راه الدور رحم الله عليه ولا السكينه ديالو هادشي اللي كنطلبو من السيد العام الله يجزيه بخير الله ينصر سيدنا اللهم ربي